انا ما غاديش نسميها معرض ولا اكسبو، غادي نسميها هذا عرس. هذا عرس للجاليه الحمد لله تلاقات فيه. ما هذا راه العقار ولا هذا غير سبب باش الناس جات تشوف، تلاقينا تصورنا مع الفنانه ديالنا. من الغرض الاساسي وسفري كان هو المعرض ديال كوغاليا وديال اكسيليا اللي جاوا بمنتوجات تبارك الله على موي ستوندينغ تقريبا في جل انحاء المغرب. المغرب الشقي، المغرب الحبيب باردون. انا بعدا بالنسبه لي انا اول حاجه اللي مهمه هو هذا الجمع هذا ديال المغاربه، ملي كنشوفهم مجموعين بهذا الشكل هذا ما شاء الله. نتمنى انه تكثر مثل هذه الاجتماعات، سواء كان معرض كيهم العقار او كيهم حاجه اخرى، الاهم هو اننا نتجمعوا ونتلاقاو ونتبادلوا الاراء بيناتنا ونحيوا صله الرحم. سي علي خويا الحبيب، رائع رائع، تيمثل لي المغاربه مجموعين ناشطين متحدين، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى نبقاو دائما بحال هكا اخوه بعضياتنا، مجموعين بعضياتنا، معاونين بعضياتنا، اليد في اليد باش نوصلوا. كان مزيان، كان ممتع. لا خديت فكره، مي انا ديجا عندي ابارتمون في المغرب، كنت غير فكره شفت مع لا كوبين ديالي باش تعرف الاسعار وتعرف الاثمان. الحمد لله عجبني مزيان. جينا لانه بغينا نشريو شي ابارتمون في المغرب، وقلنا هذه هي الفرصه اللي غادي نشوفوا فيها سي دي بروموسيون ولا كاينين شي حاجه اللي سا نوز انتريس. لقينا يعني السيده شرحت لينا وكاينين دي بروجي انتريسون، وجوستومون كانوا كلكو بروموسيون على حساب لو سالون اي سي انتريسون. ايوا الله يجعل يدير الله اللي فيها الخير وصافي، الله يجعل يكون هذا الشيء. لا لا كاين مشروع، لا زعما على ما فهمتنا كاين حاجه انتريسون، وربي يكمل بالخير وصافي. وي صافي، ايه تدخل ايه سا دون اونفي للبلاد. وي فوالا، كنبلغ السلام ديالي للناس المغرب كلشي، وعلى الخصوص الناس ديال مكناس والخوت ديالي والشعب المغربي كامل، والله ينصر سيدنا. جانا تبارك الله هذا الشيء زوين، وبصراحة هذا الشيء اللي كديروه كتخرجونا في الروتينك ديالنا، وكنشوفوا مع الأحباب والأصدقاء، وفوالا هذا الشيء اللي كاين. تلاقوا مع الجالية كتفرحوا؟ كنحسوا بالفرحة، كنحسوا بالجو يعني ديال المغرب. مهم يعني كنحيدوا هذاك الجو تاع الغربة. الناس ديالنا نشكروا الحضور على الفنانه ديالنا، ونشكروا المقدمين والتقديم، ونشكروا الجاليه المغربيه. سي ان تري بيل اكوي، تري بون اورغانيزاسيون، سي فريمون شويت. ميم بور لي زونفون اكسترا، سي فريمون شويت. جاي يو بوكو دانفورماسيون افيك ما مامون، اي فرانشمون سا شانج انورمون لي زيدي، سي فريمون شويت. وي اي اون ما فيت جويني، سي سوبر بو. الاكسبو ديال اليوم صافا الحمد لله، كاينين الناس، وكنتمناو ان شاء الله يكونوا بحال هذا الشيء، يعني باش الجاليه يعني المغربيه يتلاقاو بيناتهم. وتبارك الله داك الشيء داير زوين ومنظم مزيان. التوفيق. الفنانه اللي حضروا شاركونا في هذا الصالون هذا، وكنشكروا بالخصوص سيميلو جلول اللي نظم هذا الصالون هذا. وحنايا فرحانين بزاف لان الناس هاد اللقاءات كيخليونا نساو بلي اننا في الغربه، وبلي اننا رحنا وسط خوتنا وحبابنا وعائلتنا المغربيه، لان الخدمه والشغل اللي كاين هنايا راه كينسينا بلي ان حنايا رحنا في بلاد كينسينا بالمغرب ديالنا وبالاصاله ديالنا. ولاني مي كنشوفوا هاد الاجتماعات هادي راه فرحه بالنسبه لينا، وكتخلينا نعيشوا اللحظات المغربيه مع بعضياتنا. ان شاء الله هذاك الشيء علاش جينا لهنا، عوالين ان شاء الله نشرب شي حاجه في طنجه. طنجي انا من فاس، ولكن كتعجبني طنجه، باش نمشي نبقى نديرو ندوزو تما الفاكونس ان شاء الله. ان شاء الله. ici c'est Somaya de la Fédération des Associations Marocaines. Donc je suis ravie aujourd'hui de venir participer à ce salon qui a été organisé par monsieur Miloud Jelloul. On le remercie et je remercie aussi les autorités marocaines. Je remercie aussi les autorités marocaines d'être présents.
Donc pour nous, c'est très important en tant qu'enfant d'immigrés de se sentir soutenu justement par nos autorités. Et je remercie MRE24 d'être toujours présent, justement, de diffuser l'information. Je dis que c'est très agréable de voir ce genre d'ambiance, c'est très chaleureux. J'espère que cette chaleur et cette confiance va perdurer dans le temps, parce que le gros problème que nous avons, c'est la confiance. Ce n'est pas le but de venir aujourd'hui avec des spécialistes pour nous dire ce qu'il y a à vendre. Il y a des gens qui veulent acheter. Mais malheureusement, on a un problème au Maroc, c'est une salle d'attente interminable. C'est ça le gros problème. Mais aujourd'hui, il y a des gens à qui on fait confiance. C'est par rapport à cette personne qu'on est venu aujourd'hui. Si Miloud nous confirme que c'est des gens de confiance, alors on va suivre. Si Miloud nous dit aujourd'hui que ce n'est pas des gens de confiance, on ne suivra pas. Et c'est pour ça là qu'on est aujourd'hui. Je crois que les gens, ce genre d'événement nous rassemble, nous met en confiance et j'espère que ça ne nous décevra pas. En tout cas, pas spécialement pour moi, mais il y a beaucoup de Marocains qui veulent acheter mais qui n'osent pas. Et aujourd'hui, ce genre d'événement, ça nous permet de créer la confiance nécessaire pour redynamiser l'économie. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage pour ce qu'ils font. عجبني الحال بان جينا وحضرنا شفنا زدنا شي معلومات كيشرحوا لنا مزيان على حساب اللي بغى يشتري شي حاجه في المغرب وداك الشيء زعما يا غير نادر جيت مع لي زامي ديالي وقيت زوين صافي بليزير ما كرهناش يديروا لنا مره يدير لنا بحال هذا الشيء هكايا شفنا ناس اخرين شفنا هذا مزيان هو كنشكروا الناس كاع اللي قاموا بهذا الشيء وخاصه سيميلود خاصة السيميلود اللي أرغانيزا هاد الشي زعما كنشكرو بزاف والله العظيم إلا فرصة زوينة الصراحة وليكسبوجا غزال صراحة تلاقينا فيه حبابنا وخوتنا وتبارك الله عليكم كاين مشاريع كبيرة مشاريع عقارية جد مهمة واش خديتي شي حاجة؟ إن شاء الله إن شاء الله ولا بد أنا كنتمي للمغرب الشرقي بمناسبة تحياتي للمغرب الشرقي قاطر المغرب كامل ولكن بصفة خاصة الوالدة ديالي وتبارك الله عليكم زوين تبارك الله عليكم الله يحفظكم خديت الله يطول عمركم الله يبارك فيكم كل شيء زوين تبارك الله الله يحفظكم كنحيي الجميع بريميرمون بزاف فرحات الله يكمل كل شيء بخير يا ربي امين